طيب معنا المهندس ماجد إبراهيم الجويعد مدير إدارة الخدمات العامة بإدارة التخطيط والمساحة بالشارقة. مهندس ماجد السلام عليكم ومساك الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي الفاضل؟ بخير وسهلا جزاكم الله خير. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. مهندس ماجد اتصل فينا الأخ بوسعود من الرحمانية، باختصر الموضوع لأن وقت البرنامج بدأ يخلص، يقول أنه مخصصين أراضي للمسايد بشكل أكثر من الحاجة، لدرجة أنه أول بادي قال بين الأرض المخصصة للمسيد والمسيد الحالي الموجود 50 متر، عقب قال زيادة يمكن إذا كثر 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 هكذا قال 200 متر. زين أنا طبعا استنكرت واستغربت أنه كيف بين مسيد ومسيد 200 متر ولا 50 متر، ما مثل ما ذكر. يقول في المقابل نحن نحتاج حلاق، نحتاج سوبر ماركت، نحتاج صيدلية، نحتاج أشياء أهم بكثير من المساجد اللي أصلا متوفرة وموجودة والأراضي فاضية، ما حد يبي يبني فيها. هكذا يقول ما حد يبي يبني فيها مسايد لأن المسايد موجودة، ما حد يبني مسيد حذا مسيد. يعني هذه وجهة نظر الأخ بسعود. تفضل أخي الفاضل. دام فضلك بتطرق أنا لموضوع الخدمات في المنطقة، ولكن بداية إذا بنتكلم عن توزيع المساجد فهي تبنى على أنظمة واشتراطات مقيدة عندنا ومعتمدة، تعتمد على التغطية للمساجد. في عندنا عدة أنواع، في مساجد جامعة، في مساجد أوقات، كل نوع من أنواع المساجد له نطاق تغطية، وبالتالي نحن أراضي المساجد بعد تخطيطها لا نمسها أبدا، دائما نحافظ عليها، وبي يوم إن شاء الله وبتبنى، لأن مع مرور الوقت الكثافات السكانية تزيد، فهذه أراضي صعبة أن احنا نستغني عنها، فهي أراضي ثابتة نحن ما نمسها أبدا اللي هي أراضي المساجد. في العادة بين المسيد والمسيد كم يكون تقريبا في العادة؟ ما تحضرني الأرقام حين سامحني، لأن هي لها نطاقات تغطية وتكون بعد مرتبطة بالتقسيمات المنطقة نفسها، كنتعمل نسميها بلوكات. فعندنا مثلا المسجد الجامعي في تقريبا في وسط كل بلوك، المنطقة ممكن يكون فيها 6 أو 8 بلوكات، كل واحد كل بلوك يكون في وسط مسجد، من غير المساجد الجامعة اللي هي عادة ما تكون على الشوارع الرئيسية أو بالقرب من الميادين 1 أو 2 في كل منطقة. طيب نتكلم عن الخدمات. نعم، أما بالنسبة للخدمات ففي مجموعة يعني مجموعة مش بسيطة من أراضي الخدمات التجارية وغيرها الموزعة في الضاحية ككل. في عندنا على سبيل المثال اللي هو الشريط الجنوبي اللي هو طوله تقريبا 6 كيلومتر، اللي من ضمنه مول الرحمانية. مول الرحمانية عبارة عن خلينا نقول خطوة أولى لعدد من الخدمات اللي بتي إن شاء الله في هذا الشريط، من بينها مدارس، من بينها في عندنا نادي رياضي بإذن الله، في عيادات وغيره، وفي أنشطة تجارية أخرى غير إن شاء الله غير مراكز تجارية غير المول. من غير الشريط التجاري هذا اللي هو 6 متر، في عندنا بعد شريط آخر اللي هو بالقرب من مدارس الإمارات الوطنية، بعد هذا تقريبا طوله حوالي 2.5 كيلومتر، بعد بيحتوي إن شاء الله عدد كبير من الخدمات المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك عندنا أراضي مخصصة لاستخدامات تجارية على الشوارع الرئيسية عند الميادين، موزعة بطريقة استراتيجية ضمن الضاحية. استقبلنا نحن خلال الفترة الماضية عدة طلبات من بعض المستثمرين لتطوير وبناء هذه الخدمات وهذه الأراضي، ونحن في طور الآن تقييم الطلبات هذه، لأن نبغى إن شاء الله الأفضل والأنسب للمناطق، وبتتوزع إن شاء الله من يعني أو بتتفاوت الخدمات من أشياء اللي هي الاحتياجات اليومية إلى أشياء أكبر أشبه بالمراكز التجارية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب إذا معنى ذلك أنتم راعين حدود الرحمانية كلها تقريبا، يعني الناحية الشمالية اللي هي وين المدارس الوطنية قلت، والناحية الجنوبية وين مول الرحمانية، صحيح؟ نعم. وحتى عندك من ناحية الغرب وين مدينة الشارقة المستدامة، أعتقد هني كذلك في تخطيط أن يكون في شارع تجاري، صحيح؟ صحيح. نعم. ومن غير عند الميادين داخل المنطقة بإذن الله، دائما نحن يعني نحرص على أن تكون هذه الاستخدامات على الشوارع الرئيسية، ما تكون عند المساجد وعند داخل المنطقة، نعم، لتحقيق خصوصية المنازل يعني. جزيل الشكر مهندس ماجد إبراهيم الجويعد مدير إدارة الخدمات العامة بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة. مشكور مهندس ماجد، ما قصرت. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. مشكور أخي الفاضل، جزاك الله خير.